هاي جايز بود ماتش بيس اند لاف. انا بلا المدن، واليوم عليكم الفيديو على شحال التكلفه ديال المعيشه هنا في المانيا شهريا اللي هتحتاج انت كطالب تصرفها كل شهر اللي خصك المينيموم. غنعدل معكم تطبيق عملي، غنشوفوا كل شيء من احسن زيت، شحال المصاريف اللي كيكونوا هنا في المانيا، شنو الحاجات اللي خصك ترد لهم بال، وبزاف ديال الحاجات اخرين. وفي الفيديوهات اللي فاتوا هضرتكم على خمسه ديال الحاجات اللي خصك تعدلهم باش تجي هنا تكمل الدراسه ديالك في المانيا، خمسه ديال ستيبس ولا خمسه ديال الخطوات اللي عدرت عليهم على كل شيء بالديتيلز ديالهم هضرت عليهم في هذا الفيديو هذا هنايا. باقي غنطرق على كل حاجه ولا كل خطوه بوحديتها وغنهضر عليها بالديتيلز ديالها بالمعلومات اللي كافيين عليها باش تكون عارف كيفاش تقدر تكمل الدراسه ديالك هنا في المانيا. وفي الفيديو اللي فات هضرتكم على كيفاش تعلمت الالمانيه بوحدي غير في الدار، واللي هو واحد الخطوه اللي مهمه بزاف اذا بغيتي تكمل الدراسه ديالك هنا في المانيا وتكملها باللغه الالمانيه وماشي باللونجلي. دونك بلا ما نطول عليكم يلا ندوزو للفيديو اليوم. So guys، كيف ما كتعرفوا المعيشه هنا في المانيا ماشي رخيصه، وطبعا كيبقى كنظن هو العائق اللي كيكون بصح قدام اي طالب مغربي باش يجي يكمل الدراسه ديالو هنا في المانيا. تقدر تجي لك لاكسبتاسيون من لونيفرسيتي، تقدر تعلم اللغه الالمانيه، تقدر تجي لك حتى القبول ديال الفيزا، ولكن الحاجه اللي كتكون صعيبه هي كيفاش غاتفينونسي لي زيتود ديالك هنا في المانيا وشحال كتكلفك. هذا هو اللي كيكون عندنا المشكل ديالنا، بالخصوص اغلبيه ديالنا ماشي يعني ما جيمشي عائلات لي غنيه ولا شي حاجه باش تجي وتكمل هنايا، سينو كان عايمشي يو كي ولا عايمشي يو اس ولا عايمشي استراليا، ولكن اغلبيه كيجي اوروبا حيت كتكون الدراسه هنايا ما كتكلفش. وحنا كيف ما كنعرفوا هنا في المانيا ماشي بالضروره تخلص ديك ستودنت فيز، يعني ما كاينش واحد الرسوم دراسيه، كتقرا هنايا فابور كتخلص واحد المبلغ اللي هو صغير بزاف اللي كيعطي لك حتى هو واحد لافونتاج بزاف، كتقدر تسجل في النادي الرياضي ديال اليونيفرسيتي، كتقدر تاخذ ترونسبور فابور وبزاف ديال الحاجات اخرين. دونك قرايه هنا في المانيا رخيصه وقرايه فابور. ولكن الحاجه اللي خصني نقولها، المانيا مقسمه على بزاف ديال الريجنز ولا بوندسلاندا، وهنا مثلا في المانيا في باتن فيتنبرغ مابقاتش القرايه رخيصه، رجعت القرايه ولا مابقاتش القرايه فابور، رجعت القرايه تقريبا بواحد 1000 حتى 1500 اورو كل سيمستر، يعني في العام كينقم عليك بجوج المليون ولا بثلاثه المليون مغربيه. على داك الشيء كنصح اي واحد اللي غيكون كيتابليك اولا سندين ابليكيشنز ولا اللي كيدفع المدارس هنايا ولا الجامعات هنا في المانيا ما يمشيش لديك الريجن هذيك الا اذا كان عنده الفلوس كافيين وما عنده شي مشكل يخلص 1000 الاورو ولا 1500 الاورو في كل شهر في اليونيفرسيتي هنا في المانيا. دونك دابا غندوز واحد التطبيق عملي اللي غنوري لكم المصاريف كاملين اللي كاينين، وغنهضر على كل حاجه شنو فيها وبزاف الحاجات اخرين، دونك بقاو معايا. So guys، دابا غنهضر لكم على المصاريف اللي هما expenses وشحال الاورو كتخلص في الشهر عليهم. وهنايا ها هما اللي ستيتهم هنايا كاملين، هاد الفيشي هادي غنخليها لكم مسجله لتحت في الديسكريبشن، تقدروا تدخلوا ولا باش تلقاو فاش ما بغيتوا تشوفوا شحال مصاريف وكل شيء. وفي نفس الوقت غنهضر على كل مصروف هنايا، غنهضر عليه وغنقول شي معلومه عليه ولا بزاف ديال المعلومات على حسب، باش تكون ماشي غير غنهضر لكم على شحال كتصرف كل شهر، ولكن حتى شي الحاجات اللي تقدر تصرف فيهم اقل صوت السي. دونك نبدا لكم بالكرا اللي هو الرنت. الكرا هذه واحد الحاجه اللي اغلبيه كيمشي لك فيها الفلوس اكثر من حاجات اخرين كاملين. هنا خصني نرجع ونقول واحد الهضره هنا في المانيا باللي تقدر تقول هو الحاجه اللي كتصرف فيها الفلوس بزاف، وخصك تعرف على حسب المدينه، كاين مدينات اللي كتصرف فيهم في الكرا بزاف، كاين مدينات اللي ما كتصرفش فيهم في الكرا بزاف. وواحد الحاجه اللي هنايا في المانيا معروفه اسمها فيجي، فيجي يعني فونينج ماينشافت، فونينج ماينشافت يعني كيتسمى كتسكن مع الدراري اخرين ولا بنات اخرين، وكل واحد عنده بيت ديالو وكتشاركوا في الطواليت وفي الكوزينه. دونك هادي كتجي اغلب الطلبه عندي هنايا وحتى الالمان كيعملوها، حيتاش ما كتكونش مكلفه بزاف، كتكون مثلا واحد لابارتمون اللي كبيره واحد الا واحد الدار اللي كبيره، وكل واحد كياخذ بيت كيف ما قلت لكم وما كتكلفش بزاف. دونك هادي واحد الحاجه اللي اغلبيه كيعدلوها باش كيمشيو من الكوست وما كيجيلهمش المصروف بزاف في الكرا، حيتاش الكرا غالي هنا في المانيا. ولكن كاين الناس اللي كيمشيو مثلا، كاين حاجه اخرى هو مثلا ستودنت فونهايم ولا ستودنت دورميتوري اللي كيكون ديال السكن الجامعي ديال الطلبه، هذا بيدو واحد اللي ما كياخذ لكش الفلوس بزاف وما كتصرفش فيه بزاف ديال الفلوس، حيتاش كيكون الثمن ديالو مخصص للطلبه، وكيكون واحد الالترناتيف اخر ولا واحد البديل اخر اللي هو مزيان اذا بغيتي تسكن بوحدك وما تصرفش بزاف ديال الفلوس
في عوض ما تمشي مثلا تاخذ ابارطمون بوحدك ولا شنو ما كان. والثمن هنايا اذا بغيت نرجع ونقول لكم باللي هو ما الثمن على حسب كيف ما قلت لكم كاين بزاف ديال الكريتير اللي كيحددوا الثمن ديال الكره. واش ساكن في فيغي، واش ساكن في ستودنت دورميتوري، واش ساكن بوحدك، واش اسمو من مدينه. اذا كنتي مثلا ساكن في ميونشن ماشي هي، اذا كنتي ساكن في برلين ماشي هي، اذا كنتي ساكن هنا في فورتسبورغ ماشي هي في شتوتغارت. دونك كاين فرق بزاف ديال الدفيع ديال الثمن ولا الثمن ديال الكرة. ولكن غنقول لكم مينيموم هو نعدلو 200 ديال الاورو، والماكسيموم غيكون تقريبا نقول حنا ما نهضروش هنا ساكن بوحدك واخد ابارتمون بوحدك، نهضروا اما ساكن في فيغي اما في ستودنت دورميتوري. دونك غنعدلو 200، الماكسيموم هو قول 300 ساعاتك، حنا نعدلو 200. هنا باش نعدلو باش نكون واحد الحاجه اللي نقولها، هذا كامل غيكون المينيموم اللي غتصرفو كل شهر. يعني ما كنهضرش انا مثلا على الماكسيموم ولا على الافريج، كنهضر دابا هنا المينيموم اللي خصك مثلا باش تعيش به. هنا غنجيو هيلث اشورنس. هيلث اشورنس اللي كنقصد بها هو شنو اسمو التامين الصحي. وهنا في التامين الصحي في المانيا كاين جوج الحاجات، كاين يا اما ديال الدوله وكاين يا اما برايفت اللي كيكون بريفي. دونك هادو هما جوج ديال التامين اللي كتكون كتعدلو. النصيحة اللي هنا غنعطي لكم هي التأمين ديال الدولة عدلو إذا كنت عاول تبقى هنا في ألمانيا، صافي تبقى عايش هنا في ألمانيا، حيت عنده واحد بنفيت بزاف وعنده واحد لافونتاج بزاف. البريفي اش كتعمل؟ الفرق ما بيناتهم مقدار، هو كاين فروقات كبارين بزاف، ولكن غنعطيكم غير جوج الفروقات اللي باش تفهموا مور ريليشن والفرق بيناتهم. ديال الدولة كيعطيو لك واحد الكارطة، أنا نوريها لكم دابا مثلا، ها هي ديالي مع الأوكا. هادي راوكا، هادي واحد بيد هيلث اشورنس ايجنسي، وكتمشي وكتخلصهم كل شهر، وهادي داخل مع الدوله. واش كتعمل؟ كتمشي للطبيب كتعطيهم غير الكارطه، ما كتخلص انت حتى شي حاجه، هما كيقطعوا لك كل شهر الايجنسي ولا هاد الاوكا كيقطعوا لك كل شهر واحد المبلغ، وملي كتمشي للطبيب كيخلصوا لك بديك الكارطه هذيك. دونك حتى ما كتخلصش. بريفي اذا مشيتي له واش كتعمل؟ كتمشي للطبيب كتخلص البيل ديالك ولا كتخلص الفاتوره ديالك، وساعتك عالك كتمشي لديك بريفي، ديك لاجونس اللي هي بريفي اللي كتخلص لك لاسيغونس، وكيردوا لك الفلوس. وكاين بزاف ديال البروسيس اللي كتكون مبدله، كيف ما قلت لكم ما غندخلش في الديتيلز بزاف حيت هاد الفيديو هذا ماشي على هيلث اشورنس، ولكن هذا على المصاريف اللي غتصرف. دونك هنايا نرجع، انا مثلا مع الاوكا عندي كل شهر 108 الاورو خصني نخلصها. اذا كنتي بريفي كتخلص تقريبا قول ما بين 30 حتى 50 الاورو اذا ما نسيتش. ولكن هنا انا نعدل الكيس ديال شي واحد اللي باغي يجي لهنا المانيا ويبقى عايش في المانيا، دونك على داكشي كنصحو يعدل هذه وما يعدلش اخرى اللي بريفي. دونك 108 الاورو، دونك حنا ديجا هنا وصلنا 300 الاورو غير ما بين كرا وما بين هذا. غروسريز واحد الحاجه اللي هي كنصرفوها دائما، وهي الماكله اللي كتصرفها في الدار. وهنا كيبقى السؤال واش عاد تمشي لي ريستورون ولا عاد تمشي للغروسري شوب، يعني ليدل ولا الدي ولا كوبش ولا كاين بزاف. وكيبقى هنايا ديك القضيه ديال واش انت عاد تصرف في هاد الحاجات هادو، واش عاد تمشي تاكل في الدار ولا عاد تمشي تاكل في لي ريستورون. اذا كنت عاد تاكل في لي ريستورون غتبقى عليك القضيه غاليه، اذا كنت عاد تمشي تاكل في الدار غتبقى عليك القضيه شويه رخيصه، ولكن ما كيعنيش بلي رخيصه. اذا كنت مثلا كتمشي للترينر وكتمشي للجيم وكتعمل الرياضه وداكشي حتى هو عايجي لك بلي هي ماشي رخيصه حيت غتاكل بزاف، وعلى حسب كل واحد والمصروف ديالو. ما نقدرش هذه نحدد فيها واحد الثمن محدد، ولكن غنعمل لكم المينيموم اللي غتصرفوا كل شهر. يعني غنعطيكم كيف ما قلت لكم غير المينيموم، والمينيموم في هذه الحاله هذه غنعمل 120 الاورو تقريبا. قول يعني كل سيمانه غتمشي لك فيها 30 ديال الاورو، هذا المينيموم. يعني اذا كنتي بصح كتاكل يعني عادي، ما تقدر تقول داكشي بيسك، ما كتمشيش شي حاجه غاليه ولا شي حاجه. الريستورون حنا نقولوا مثلا ما كتمشيش دائما، وكاين واحد الحاجه هنا في مثلا في اليونيفرسيتي اسمها مينزا، ولا هي بحال بوفي ديالنا ولا بوفيت ولا ما عرفتش شنو اسمها في المغرب، هذيك اللي كتمشي لها وكتاكل بواحد الثمن اللي هو رخيص. كتمشي تما تقدر تكون كتمشي ليله، ولا كتمشي لواحد الحاجه تخرين مثلا السناكس اللي كيكونوا على برا ولا هذاك. حنا نقولوا ساعه ساعه ولا القهوه مع صحابك ساعه ساعه كتعدلها. المهم ديك الحاجات اللي صغار، ما كنهضروش حنا مثلا كتمشي مثلا تتعشى على برا شي غيستورون اللي واعر ولا شنو ما كان، ولكن نهضروا حنا غير على بيسك ثينكس. دونك نزيدوا هنايا مثلا نعدلوا له مثلا مينيموم عاد تمشي لك واحد، هي الصراحه عاد تمشي لك. كنت كتمشي للكافيه وكتمشي بزاف يعني عاد نقام عليك غاليه، ولكن حنا نعدوا مينيموم 20 الاورو نزيدوها. باربر شوب كنقصد بها الحلاق، والحلاق هنا في ألمانيا قلت تقريبا ما بين 10 الاورو حتى 15 الاورو. هادو ما يدمشيتي عند السوريين ولا مشيتي عند العرب،
اما اذا مشيت عند الالمان راه غاليه بزاف وحتى شو حنا كيمشي اصلا. يعني حنا نعدلو غير بيسك ثينجز اللي كما قلت لكم اللي هما مينيموم، ومينيموم في هذه الحاله هذه نعدلو 10 الاورو كما قلنا. grooming كنقصد بها الديودورون، الشامبو، شنو اسمو، المهم اي حاجه ديال التنظيف وداك الشيء كامل، الصابون يمكن ديال التصبين ديال الحوايج شنو ما كان. دونك الحاجه ديال التنظيف هذيك سميتها grooming، ولكن grooming تسمو about like about yourself، يعني الحاجات اللي كتستعملو من راسك كما قلت لكم، الحاجات اللي كيكونوا ديال التنظيف راسك، ولكن حاجات اخرين ديال ما عرفش الصابون ولا اريال ولا شنو ما كان. هنايا غرومين نقدر نعدل حتى هي 20 الاورو في الشهر. هنا جيم، الجيم دونك هو لونترينمون اللي كنمشي مثلا النادي الرياضي ولا لاصال ديال سبور. شحال كتخلص فيها شهريا؟ كاين بزاف، وكاين بزاف ديال باكيج، وكاين بزاف على ديال ممبرشيبس. دونك على حسب انت واش من باكيج عملتي، واش عملتي بيسك باكيج ولا في اي بي، ولا عملتي داكشي بالساونا وبالسويمين بول، كاين بزاف هنايا. ولكن غنمشيو مره اخرى وغنعدلو حنا المينيموم. هنا غنعمل جوج نقاط، باللي اذا مشيتي مثلا لونيفرسيتي وتسجلتي فيها وعملتي ديك الفيز اللي كتخلصو اللي هما مختلفين بزاف من بوندسلاند لبوندسلاند ولا من ريجيون لريجيون هنايا في المانيا، ولكن انا غنهضر هنايا غير على بيسك اللي خصك تخلصو. اذا مشيتي لونيفرسيتي ما كتخلصش بزاف، كتجبر راسك 6 شهور كامله ديال الفصل الدراسي كتخلص فيه 50 ديال الاور، ولكن اذا مشيتي مثلا وخلصتها في واحد الجيم كتخلص اختار الجيم. حنا غنعدلو كتمشي للجيم وما كتمشيش مثلا نهارك، بالخصوص دابا كورونا ما كاينش لا سال ديال لونيفرسيتي، دونك كاين غير الجيم اللي كيكون برايفت. دونك هنايا حنا غنعدلو عامل بيسك ممبرشيب، يعني معامل عادي، ما كاين ني ساونا، ما كاين ني سويمين بول، ني سولاريوم، ني حتى حاجه. دونك غنعدلو 20 ديال الاورو. هنا فون سبسكريبشن، فون سبسكريبشن ولا هو لابونمون ديال التليفون. هنايا كاين بزاف عاود، كاين بزاف ديال الباكيجز، كاين بزاف ديال الحاجات اللي هما مبدلين كل حاجه اخرى، شحال على حسب ديال الجيجا بايت اللي عندك في كل ابونمون، واش عندك التليفون كتخلصو مثلا بالطريطات ولا بزاف ديال الحاجات اخرين. ولكن حنا نقولوا عندك التليفون ديالك ديجا وباغي غير تعدل واحد ما عرفش 5 ديال الجيجا بايت مثلا في التليفون ديالك، وديك لابيل ايليميتي. دونك غنهضروا هنا على مثلا مينيموم 10 الاورو. كلوتس هما الحوايج، حوايج ما عرفتش، يعني ما كيتسماش بلي كتشري كل شهر، ولكن حنا غنقولوا مثلا ملي كيتسالى العام عندك واحد الاماونت غنقسموها مثلا حنا على الشهر. هذه بدا واحد الحاجه اللي ما نقدرش نحدد مزيان، كل واحد كاين اللي كيعجبو يلبس بزاف، كاين اللي ما كيشريش حوايج بزاف، كل واحد وعندو اللايف ستايل ديالو. ولكن حنا غنقولوا مثلا كتعدل واحد كل شهر مثلا ما عرفتش، تقدر نقولوا حنا 20 اورو مثلا. وهنا كتجي الحاجه ديال اذرز، سبوتيفاي، نتفليكس، كاين مثلا واحد اللي اسمها سي دي اف خصك ضروري تخلصها، حيت هنا التلفازه كانت عندك في الدار ولا ما كانتش عندك في الدار خصك تخلصها. اذا كنتي ساكن في فيغي تقدر تكون عندك مزيانه كتكون كتخلص لك ديجا في الكرا، واذا كنتي ساكن في ستودنت دورميتوري خصك تخلصها اكسترا، واذا كنتي ساكن بوحديتك في لابارتمون خصك تخلصها اكسترا. وهي كل شهر كتكون تقريبا ديك 15 الاورو شي حاجه، في 3 شهور كتخلصها غير على كل 3 شهور، وكتجي لك شي 50 الاورو ولا شي حاجه. دونك هي اكثر من 15 الاورو في الشهر، كنظن شي 17 فاصله، وهذه كتخلصها كان عندك التلفاز في الدار ولا ما كانش عندك التلفاز في الدار. دونك زيد عليها اذا كان عندك سبوتيفاي، اذا كان عندك نتفليكس وحاجات اخرين اللي كيجيو لك ان بتوين كما قلت لكم، الرسوم الدراسيه ولا مثلا تجديد ديال الفيزا ولا شنو ما كان. ولكن هنا ما نقدرش نحدد بزاف، حنا نقولوا مثلا ما عندك ما تعمل بسبوتيفاي، ما عندك ما تعمل بنتفليكس، حيت هنا ملي عندكم في المانيا ما تقدرش تيليشارجي فابور ولا تمشي مثلا تورنت وتيليشارجي اللي بغيتي، على داك الشيء كتكون ضروري مور ليس يكون عندك سبوتيفاي ولا نتفليكس. ولكن اذا كنتي ماشي مبلي بالاغاني وماشي مبلي بالسيريز والافلام، حنا هادو ما نحيدوهم، نخليو مثلا غير السي دي اف الا خصك هذيك ضروري تخلصها، ونخليو مثلا حتى الحاجه ديال التجديد ديال الفيزا ولا مثلا كيف ما قلت لكم الرسوم الدراسيه اللي كتخلصو. حنا مثلا نجمعوهم على العام كامل، حتى التجديد ديال الفيزا كتعدلو غير مره في العام وكيكون تقريبا واحد 100 ولا 110 ديال الاورو. ومثلا ديك السي دي اف عاود هذيك كيف ما قلت لكم، يعني تقدر تكون داخله ولا ماشي داخله. والرسوم الدراسيه كتخلص مثلا هنا في فيرتبوك كنخلصو 140 ديال الاورو في السيمستر، يعني على كل خلصوا 140. وشنو اسمه في بوندسلاند اخرى ولا مثلا الناس اللي ساكنين في انربي في الجهه ديال كولن، دوسلدورف، دورتموند، حيت هادو كيكون عندهم لاكسيس على بوندسلاند كامل وكيقدروا يمشيو فيها فين ما بغاو، كيخلصوا اكثر، كانوا كيخلصوا يمكن تقريبا 250 حتى 340 ديال الاورو. انا هنا مثلا نعدل نقولوا كتجي لك واحد 30 ديال الاورو ولا
قولوا 40 ديال الاورو. دونك هنا نعدلوا توتال، هنا نعدلوا نشوفوا شحال جاتنا. نجي نشوفوا هذه اللحظه اللي كتسناها كلشي. دونك هنا 568 ديال الاورو، ولكن هذا المينيموم بكل صراحه، هذا فريمون مينيموم اللي يعني اذا كنت عايش بصح عايش وعندك الزهر مثلا جبرتي الكرا ب 200 ديال الاورو، هذه نقدر نقول لكم بلي هذا هو النورمال، هذا يعني ماشي هذا يعني هو النورمال الا اذا مشيتي وعملتي برايفت. هنا الجراسريز 120 ديال الاورو، كيف ما قلت لكم 120 ديال الاورو زعما بصح نقصت بصح يعني عامل لكم غير بيسك ثينكس. هنا الريستورون 20 ديال الاورو، بنادم اللي من بعد يقدر العام الاول تكون باقي ما كتحركش بزاف، ولكن من بعد غتبقى تتحرك بزاف، هذه عاد طلع لك اختار. باربر شوب هذه عملت لكم مزيان، دونك هادو ما نعدل لكم مثلا بحال هيدايا، هادو ما الحاجه تقدر تقول باللي يعني ما عملتي فيهم مينيموم بزاف. الجيم بيتو ما عملتي فيه مينيموم بزاف، حنا نقولوا ما عندك ما تعمل بشي ساونا ولا سويمين بول ولا شنو ما كان. فون سبسكريبشن هذه مهم، هذه بيتا نقصت لكم فيها بزاف، حيت كاين بزاف الحاجات اللي كيبقاو يبانوا لك، عامل هذه طبع هذه قي هذه شري هذه، دونك هذه تقدر تطلع لك كاع بارفو حتى 100 الاورو ولا اختار. وهنايا شنو اخر، دونك مهم هما هنا في المانيا شنو كيعملوا لك. هنا في المانيا كتعدل واحد الكونط بلوكي، وملي كتبلوكيه وكتجي من المانيا كل شهر كتبقى تصرف واحد الثمن، كتبقى تصرف واحد الثمن اللي هو ولا كتقدر تهز من الكونط ديالك واحد الاماونت ديال الفلوس اللي كتبقى تصرفها شهريا ما تقدرش تفوتها. وهما عاملين دابا حيت دابا من الطلبه اللي عايجوا من المغرب من المانيا خصهم يبلوكيو تقريبا 10300 ديال الاورو، اللي كتجي هي 800 وشي حاجه ديال الاورو كل شهر، هذا هو الماكسيموم ديالك. وهذا الصراحه يت ميك سنس، اذا جيتي باش تشوف المصروف ديالك اللي كتصرف راه كتصرف تقريبا ما بين 700 حتى 1000 ديال الاورو على حسب اللايف ستايل ديالك، واش كتسافر ولا ما كتسافرش، واش كتاكل على برا، واش كتشري الحوايج بزاف، واش كدور بزاف، واش كل ويكاند كتخرج ولا ما كتخرجش، على حسب اللايف ستايل ديالك. ولا عندك مثلا شي حاجه اخرى اللي مبلي بيها، ما عرفتش اذا كان عندك نتفليكس كتفرج بها بزاف ولا مثلا كتاكل بزاف ولا شنو ما كان، كل حاجه وعندها الكريتير ديالها. حنا في هذا ليكزومبل هذايا نقولوا بلي عندك هنا 600 ديال الاورو، دونك 600 ديال الاورو هي مينيموم، والماكسيموم نقدر نقول لكم ما بين 800 حتى 1000 ديال الاورو. 1000 ديال الاورو اذا كنتي تبصح مفشح راسك يعني كتعدل بزاف ديال الحاجات مزيانين، ساكن يمكن في شي دار مهم مور ليس حسن، ولا مثلا كتسافر بزاف في الصيف، ولا كتعدل فيكيشنز بزاف، ولا مثلا في الويكاند كتخرج كدور كتعمل اللي بغيتي. دونك هذا هو الثمن تقريبا، ولكن بكل صراحه 600 ديال الاورو قليل بزاف الشهر اللي عتصرف فيها غير 600 الاورو. يقدر يكون العام ديالك الاول اللي كتكون باقي الله جيتي باقي مزيار البيدجي باقي ما كتخدمش باقي بزاف ديال الحاجات، ولكن اون فوا كتكون مثلا بديتي كتحرك بديتي كتخرج كتعمل هذه قي هذه كتخرج مع صحابك كتسافر كتحرك كتاكل الماكله مزيانه كترينار كتعمل بزاف ديال الحاجات مينيموم الصراحه، وكيجيني تميك سنس ديك القضيه اللي كيقولوا لك بلي خصو المينيموم يكون عند ديك كيعطيو لك البوسيبيليتي باش تهز الماكسيموم 800 ديال الاورو. دونك هنايا باش تو سامير راب ولا تو رابي راب غنقول لكم بلي خصكم المينيموم 600 ديال الاورو، الماكسيموم حنا نقولوا 800 ديال الاورو كواحد جا اول سنه هنايا في المانيا. دونك هادشي هذا ما كان، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب للشانل باش يبقى دائما كيوصلكم الجديد ديالي، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم اللي حتى هما باغيين يجيو من هنا المانيا. اذا كان عندكم اي سؤال خليوه لي في الكومنت تحت، وحاجه اخرى خليوه لي في الكومنت وكيفاش نتوما شحال المصروف كيجي لكم هنا في المانيا اذا كنتو جيتو لهنايا، واش كتشوفوا بلي كاين واحد الفرق ما بين المصروف ديالك في العام الاول والمصروف ديالك دابا؟ خليو لي كلشي تحت في الكومنت، وقولوا لي واش جالكم هذا المبلغ هذايا هو هذاك ولا جالكم باللي لا خصو يكون اختار ولا خصو يكون اقل، حيت كيف ما قلت لكم هذا كان مينيموم المينيموم بصح مينيموم اللي غتقدر تصرفو كل شهر. وهذا التمبليت هذايا غنجبروه تحت في الديسكريبشن، وفي الديسكريبشن تحت غنجبرو انستغرام ديالي فيسبوك ديالي اللي تقدروا حتى هما تصيفطوا لي اسئله ديالكم. وكيف ما كنقول دائما حتى الفيديو اللي ماجيك كيب ذا جرايند اند كيب ذا هاسل.